انت اللي هتلحن؟ اه انا اللي هلحن. طب ما لحن معاك انا بقى سعيد. بقول لك يا نجم، اللحن بتاعي ما حدش يخش فيه، وعلى راي المثل اللي بيدر على فمه حلو الغربه تردونا. عجيب يعني، بس خلاص ما دام انت اللي هتلحن انا وانت مثلا يبقى عندي في البيت نتفق على ميعادنا كل لقمه ونلحن مع بعضينا. الله، طب يا دول لما نلحن احنا كلنا سوا مع بعضينا. هي فته انا يا دول عايز الحن معاك. تلحم ايه انت اساسا؟ مش عارف اقولها تلحم ايه. ما تتكلمش. اجي معاك واجي معاك. سعيد انت عايز الواد ده معانا؟ اه. شفت ما حدش طايقك يا ابني. سمعنا يا ملك الشعر في مصر، امتعنا. اه ربنا يخليك. اسمع القصيده دي انا عملت فيها مجهود كبير قوي، يعني خلصتها في بتاع ربع ساعه مثلا. اللهم صل على النبي. اه عليه الصلاه والسلام. حوشي 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 عيون الجرح رموشي، حوشي 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 ايديكي اوعي ايديكي تلوشي، حوشي 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 خدك عن خربوشي. الله بقى اهي. اقعد يا ساكت، مين اللي جابك يا؟ اقعد ساكت يا. مش انت اللي قلت تجيبه معايا؟ استاذ اغنيه وحشه وحشه وحشه. وحشه ازاي يا عم؟ انت اصلك ما سمعتهاش متلحنه. ما انت ممكن الكلام في الاول لما يتقال ما تحسوش، عارف، ما يبقاش طالع من الاحاسيس كده لما اللحن بقى يبقى مظبوط. صح، وري له اللحن يا دول. اتفضل يا استاذ. اوريك بقى اللحن، لان اللحن بيفرق كتير جدا يعني. يعني في اغاني كتير قوي مثلا تلاقي اللحن هو اللي غيرها. اتفضل يا استاذ. يلا دولة. ايه ده؟ ده حساس. ايه فين الباقي يا استاذ؟ ما هو ده الوتر الحساس، ده الوتر الوحيد. انت مش بتلاقي العود مليان اوتار كتير؟ اه. ما عشان بيقعدوا يدوروا على ده. الله يا دول، الله ما تقعدش تسال بقى عشان هتتكبس كل شويه. انا اسف، معلش. هتتكبس. يلا دول يلا اسخن. حوشي 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 عيوني الجرح رموشي، حوشي 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 اوعى ايدك تلوشي، حوشي 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 حبي مش بلوشي، حوشي 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 خدك عن خربوشي. الله. اقعد يا عم اقعد. وحشه يا استاذ وحشه. انا عايز اغنيه للناس الغلابه بتاعه بطاطا بتاع. انا عايز قضيه من الاخر. قضيه عايز قضيه. طب ما تقول من الاول يا عم قضيه، ما انا عندي اهو. يا سلام. حوشي بقى دي. انا بقول ايه بقى يعني؟ هنحوش على حد تاني. حوش دي حوش على حد مطرب تاني. ماشي هو اللي خسر. هو اللي خسر. لا بس عندي اغنيه بقى. يا نهار اسود، مش هقول لك. يا رب يرضى بس بيها. بص يا سيدي، الاغنيه بتقول ايه؟ يلا 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 يلا. ولا مين اللي جابك معانا؟ مش انت يا عم اللي جبته؟ انت كنت فرحان بيه. وهاته وهاته اهو. اتفضل. انا غلطان استاذ. بقول لك ايه، كل الاغنيه يلا 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 يلا. لا ما لو صبر القاتل على المقتول. ما تصبر يا عم، لسه لسه. انا اسف. كل شويه بتتكبس، كل شويه بتتكبس. البرتقان البرتقان ولا عنب ولا رمان، فيتامين سي البرتقان وسكري البرتقان، ومش تقيل زي الطبيخ ولا برضو اقرع زي البطيخ. حلوة قوي دي. حلوة قوي دي. والبرتقان مش كسر وممكن تعصره عصر. نصيحة من فكهاني مصر، مفيش زي البرتقان. الله الله، هي دي هي دي. عجبتها دول؟ عجبتها. الله الله الله. عايزة تلحن؟ ايوه طبعا. ما احنا جايين نعمل ايه؟ كله موجود عندنا. هتكبر يعني، هتكبر النهارده. ولا مين اللي جابك معانا يا؟ هتسمع بس وانت هتكبر ومش هتتضرب تاني في الاغاني. انا لازم اخش بالدو وبعدين سي وتي. اتفضل يا استاذ سمع. يلا بقى دو. البرتقان الله الله. ولا عنب ولا رمان الله. ده تنفع تتر مسلسل دي؟ الله. بتقاطعني وانا بغني؟ وانا بغني؟ ما تقاطعش الاستاذ يا ابني. ماشي ماشي. ما تقاطعش الاستاذ. اتفضل يا استاذ. فيتامين سي 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 فيتامين سي 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 من غير طبلة. آه آه. طب يلا دول يلا نديها بقى. آه. نصيحة من فكهاني مصر. هتعرف تجيب الطبقة دي ولا ايه؟ لو معرفش تجيب الطبقة في طبق تاني ينفع ليك. اقعد اسكت. اقعد انت ساكت. طب انت في دماغك لحن يعني؟ بص انا عايز حاجة. اسمع. اسمع بقى. ماشي. اسمع بدل ما تديك بمنافع عينيك. اسمع. وحشة وحشة وحشة. اسمع. ولا ولا هطلعك بره. اسمع. اسمع. البرتقان البرتقان ولا عنب ولا رمان، فيتامين سي
البرتقال. كورال 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 قوي. كورام يعني ايه؟ ممشي كورال كورال ان انتوا تغنوا ورايا. فيتامين سي. البرتقال. لا يا جماعة لا لا مالكش دعوة. انسى كورال كورال ماشي. فيتامين سي البرتقال. والسكري البرتقال. تعال اشتري البرتقال. احنا بالموز والرمان. يلا البرتقال. استنى في دبانه جوه دول. يا دي مش دبانه ده انا. يلا يخرب بيتك البرتقال. البرتقال ولا عنب بقى الرمان. دلع يا استاذ الحلاوه دي. حاجه سعيد. صباح الجمال. ايه الاخبار عمي؟ كله صباح الجمال. طب ايه ما انت قاعد معايا من الصبح. وحشتني يا دوله. وحشتني. طب مني بقى قول لي ايه اخبار صدى الاغنيه عند جمهور الدويقه؟ صدى ايه يا دوله؟ هو كان بيغني في مغاره يا عم. ما تسكت بقى يا اخي، خليني اعيش لحظه النجاح. قول لي. اقول لك ايه ولا ايه؟ العمي فتحوا والخرس غنوا البرتقال. البرتقال. الله سعيد. الله الله. البرتقال والسكري. البرتقال. تعال اشتري. الله عليك يا دولة على الكلام. اوعى كبير كبير. بص بجد يا سعيد، يعني الحمد لله انا كنت متوقع النجاح بس ما كنتش متخيله جامد قوي كده. يعني امتك بقى يا عم بقى. عايزين سبوع طهور حج عمر. ماشي يا عم، عناية ليك بس الاول يعني اشوف فلوسك. انا ما شوفش حاجه لغايه دلوقتي. انا سعيد. انا الاثنين المشاريب دي كلها عندي يا ابن المشاريب. لا مشاريب ايه؟ يا عالمين على بابا. لعلمك لسانك في ايدي، انا ممكن احط لك السم في العسل. دول وهو هيبقى حلو كده زي العسل اللي في الطحينه كده. امال ايه السم في العسل؟ اعمل لك بقى طبق كده شويه عسل وعليه شويه سم، بس اوعى تاكل منه التماثيل. يلا. لا يا دول ما تخافش، هما ما بيدونيش حاجه اصلا، فانا مش هديهم حاجه. بص يا نجم، دول 200 جنيه حق اللحن والشعر والتوزيع. 200 جنيه ماشي يا عم، انا هعمل معاك واجب يا سعيد واقبل ال 200 جنيه. ودول بقى ابن عمي 200 جنيه من النقطة. كمان 200 جنيه من النقطة. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، يعني عادي. اوكي ماشي ماشي ماشي. ودول بقى ابن عمي نصيبك من بوفيه ورك فرخة وحتة جاتوه. ورك فرخة وحتة جاتوه. ماشي خد دول عشانك انت يا رمزي. هتقعد بقى اسبوع ما تاكلش بتاع ده كشري تاني. خلاص ربنا يخليك يا دول يا رب. طب انا هحط بقى دول على الفرخة دي كده ونشطة ودقة وكده اهو. يا عيني، انت الفرخة بالنسبة لك يعتبر جهاز جديد عمرك ما شفته قبل كده. لا اهم حاجة تاكل الاول الجناح وبعدين الورك وبعد كده الصدر وبعد كده يعني ايه، هتلاقي شوية عظم صغيرين كلهم برضو. خلاص ماشي يا دول ماشي. انت قول لي بس اكل ازاي وانا هتلاقيني فريرة.